شبابنا اليوم نشوفوا فيه ينخرط فيما يسمى بمنظومة الإرهاب، الأسباب عليه؟ الأسباب هما أولاد صغار يشدوا مخاخم يبدلوهولهم بلغة متاع إرهاب ومتاع عرق ومتاع ضرب ومتاع معناتها انتقام للبلاد هذه. والله هذه حاجة دخلت لتونس جديدة، وربي إن شاء الله يسرنا، وربي إن شاء الله يحفظنا إن شاء الله. من فراغ ديني ومن فراغ جيبي مادي، فهمتني؟ وبطالة. إذا كان كيما هكايا بطبيعة الحال، هو شباب استعمل لغاية في نفس يعقوب. الغرب هو اللي مول الإرهاب وخلق كلمة الإرهاب، وبالتالي اكتوى بنارها. كان المناخ الموجود في البلاد والمناخ المتأزم اقتصاديا وسياسيا في البلاد هو اللي لز الشاب التونسي لموضوع الإرهاب. نشوف توا كيف الضغوطات من الفقر والتهميش ومن قلة الحيلة ويقوى استقطابه كذلك للإرهاب. منظومة الإرهاب نتخيل أنا نتوقع بالنسبة لي من السياسة. السياسة كانت جات تعطي كل الفئات الاجتماعية لكل حقها باش تعبر على رأيها باش توصل صوتها. ما نصورش اللي كان معناها كيما اللي شفنا يوصلوا ينتحروا، يوصلوا عندهم مساج باش يوصلوه، ويلزم يوصل، لازم يتخذ بعين الاعتبار. الإرهاب بدا من نهار اللي طاح علم تونس وطلع علم السلفيين، والنهضة خلت له المجال. تعرف تغسيل مخ من السلفيين الجهاديين والشباب كهو وناس غير على دينها زادة. هذاك فما شباب ناقم بالحق، ناقم ماهوش عايش الوضع العائلي في الدار. مثلا يشوف امه في شيرة، ابوه في شيرة، مثال كما نقولوا احنا شاب فد. يجي انسان يعمل له غسيل مخ، انا اعطيك 20 مليون 30 مليون مش تموت شهيد. انت الشهيد راه كان في الحرب، احنا نسمعوا شهيد كان في الحرب، مش انسان يفجر روحه اللي فجر بلاده. ولا نجي مثلا اقتصاد تونس مثلا اللي يزيدني انا في شهريتي وانت في شهريتك، والاخر مثلا يقوي له معناه في نجي انا نفجرها. يدخل في السياسه وكل شيء، وديجا تو قاعدين نسمعوا في الجماعه اللي يغسلوا لهم في دماغاتهم واحد وكل شيء. بعد ياسر على الدين نتاعنا ربي والرسول ما قالش هكا بتاتا، ما قالش احنا نتبعوا اللي قال ربي وقال الرسول نمشيوا به. على خاطر فما عباد تشجع فيهم، عاد ترشي فيهم بالفلوس، فما برشا عباد بطاله ما يخدموش، دونك يتلزوا باش ياخذوا الفلوس باش يعملوا حكايات كيما هكا. ما يمشوش النخبه المثقفه معناها باش يدخلوها في الارهاب والحكايات، يمشوا كان لك ما عندهمش حتى شيء، اللي المستوى نتاعو طايح، اللي هو بطال، اللي هو ما عندوش مورد رزق. يمكن قلت احاطه الاسره بال بال معناها بابنائها تخليهم ينخرطوا في الارهاب. يمكن زيادة صعوبة الظروف الاجتماعية، يعني نوع من النقمة هكية تلقاهم ينخرطوا. ما بقيناش مسيطرين كأنا كولي، ما بقيناش مسيطرين على الوضعية بالباهي، معناتها التطور معناتها كل الانترنت شيء كبير، كل الانترنت تخوف تخوف. لازم البو والام يكونوا قراب برشا لصغارهم، يكونوا قراب برشا للتلامذة خاصة اللي قاعدين يقراوا وقاعدين يحلوا في الانترنت من غير مراقبة من غير حتى شيء. لازم العائلة هي الكل، العائلة هي لازم التضحيط بصغارها. ما ثماش جمعيات تضحيط وعباد أكبر منه تنكادري، دونك قعد باراشوتي وضايع في الشارع. دونك والله كل من يجينا معناتها سامحني معناتها بقطع النظر وسائل الاعلام سواء مكتوبه ولا سواء معناتها مرئيه خاصه وكل شيء، خاصه الانترنت والفيسبوك وكل شيء، هو اللي يكمل معناتها زيت في الطين بله. راني انا يوميا نبكي، يوميا يوميا نبكي على خاطر تونس الغاليه، ما نجمش نرى العباد والصغار وكل شيء وهكايا يخدموا ضد تونس ويخدموا للارهاب. عباد تمسخ في الشباب، عباد تهلك فيهم باش يعطيهم الفلوس، يحرضوهم على تونس، يحرضوهم على اولادنا، يحرضوهم على بلادنا، يحرضوهم على بناتنا، يحرضوهم على منظومه تونس كامله. وربي يهدي الظالم، ربي يهديه وربي يهلكه ويجعله في نحره ان شاء الله.